اليوم سلمى في عالم الثقافة والكتاب اللي صار كتار منا بعيد عنه بموجة التكنولوجيا والمواقع الإلكترونية، وعلى الرغم أنه بيوثق لمرحلة زمنية مرت على بلاد كتيرة سواء قصصية أو روائية أو شعرية. أكيد نور، أمام أهمية الكتاب ومدى الحرص على وجوده ونشره بين الناس، أكيد لازم يكون في وجود جهات وهيئات بتعمل على هذا الموضوع. معنا اليوم بصباحنا غير الدكتور ثائر زين الدين، مدير عام الهيئة السورية للكتاب. يسعد صباحك دكتور. يسعد رمضان صباحكم. كريم، أهلا وسهلا فيكم. رمضان يسعد صباحك كريم. ورمضان كريم وسهلا. خلينا بالبداية نحكي معك دكتور، قديش فعلا اليوم نحن بعيدين عن الكتاب بسبب يمكن تطور التكنولوجيا، اختراق المواقع التواصل الاجتماعي لتفاصيل حياتنا اليومية، قديش يمكن اليوم لازم فعلا نهتم بالكتاب بشكل كتير أكبر، صار في هجرة فينا نقول للكتاب نوعا ما. نعم بالتأكيد، هذا توصيف دقيق للحالي. نحن نشاهد إلى حد بعيد عزوف عن الكتاب، ولا سيما بشكله الورقي، وتوجه يعني على الأغلب باتجاه الكتاب الإلكتروني أو مثلا باتجاه مواقع التواصل المختلفة. لكن مع ذلك يعني يبقى للكتاب جمهوره، يبقى من يهتم به، وهناك فعلا يعني كما تفضلت قبل قليل هناك مؤسسات رائدة في هذا المجال، على رأسها وزارة الثقافة في القطر العربي السوري، اتحاد الكتاب العرب، أيضا كثير من دور النشر المسؤولة التي تتعامل مع الكتاب يعني ليس كمجرد بضاعة بقدر ما تتعامل معه كغاية وكقيمة تضاف وتقدم شيئا مهما للناشئة وللقراء. نعم دكتور، طب اليوم نحن عم نسلط الضوء شوي على هي الظاهرة بشكل عام خلال هاي الفترة، نتائج هجرة الكتاب إذا قلنا للمدى البعيد، كيف بتشوفها نتائج هجرة الكتاب على المدى البعيد؟ هي مسألة يعني خطيرة جدا. يعني الكتاب هو المعرفة، هو الثقافة، هو العلم أيضا في مجال التخصصات المختلفة. من غير كتاب يعني ليس هناك إنسان حضاري، ليس هناك حضارة بمعنى الكلام. ولذلك أنا أعتقد أن دور هذه المؤسسات التي تحدثنا يعني عنها يجب أن يكون دورا مهما وفاعلا، ويجب أن تحاول يعني هي أن تتوجه إلى القراء. يعني نحن مثلا جربنا في بداية هذا العام، أطلقنا مشروع الكتاب الناطق أسميناه، أو الكتاب الإلكتروني الحقيقة، وبتشجيع يعني مهم من الأستاذ محمد الأحمد وزيرنا وزير الثقافة. لذلك الآن مثلا بين أيدينا مجموعة من الكتب التي يعني أصبحت بين أيدي الناس. بدأنا بتجربتنا الكتاب الناطق، يعني الكتاب الناطق. هذا الكتاب الأول سليمان العيسى، يعني بسعر زهيد جدا يقدم في هذه العلبة الجميلة. هناك قرصان مدمجان، الأول يضم أشعار الشاعر مسجلة بصوت الأستاذ جمال الجيش، صوت جميل وإعلامي جميل، قصائد مختارة طبعا مع رسوم متحركة. القرص المدمج الآخر هو تسجيل في بيت الشاعر، تسجيل نادر. أيضا استمعنا إلى مجموعة من قصائده بصوته وفي بيته، وتحدث عن نفسه وعن مكتبته. السي دي الآخر هو يعني بمثابة هدية. إذن هذا كتاب. الكتاب الآخر الذي أطلقناه أيضا لقاص سوري متميز هو عبد الله عبد. حتى قاص لم يأخذ حقه يعني من النقد ومن الإعلام. هون تكمن أهمية الهيئة، يعني تسليط الضوء على كتاب يمكن ما أخذوا حقهم بفترة من الفترات نوعا ما. بالتأكيد الآن سهولة يعني وصول المعرفة تتجلى في هذا الشكل. كيف؟ يعني مثلا أنت في سيارة تنتقلين بين مدينة وأخرى، أو مثلا داخل دمشق، ربما ترغبين بالاستماع إلى قصص قصيرة، فممكن وضع هذا السي دي والاستماع إلى القصص القصيرة لعبد الله عبد مثلا، أو قصائد لسليمان العيسى. شخص موجود في بيته ممكن على الكمبيوتر وعندها سيرى أشياء أخرى، يعني سيرى أيضا رؤية بصرية ليس فقط مجرد صوت. التجربة مثلا أيضا الثالثة كانت من عمق التراث، أخذنا عروة بن الورد هذا الشاعر وقمنا بتسجيل ديوانه كاملا أيضا، بحيث يستطيع كما قلت من يستمع إلى سي دي بمسجلة عادية أن يتلقى هذه القصائد، أو على كمبيوتر أو على شاشة تلفزيون، وعندها سيقرأ الأبيات على الشاشة أمامه. إذن هذه أشكال. الآن نحن بصدد إطلاق قصص قصيرة لأنطون شيخف، أحد يعني كبار كتاب القصة القصيرة العالمية. إذن بهذا الشكل نكون قد جئنا إلى المتلقي، لم ننتظر أن يأتي هو إلينا. أكيد يعني دكتور، هي الوسيلة يمكن من أهم الوسائل اللي حالياً
فينا نقول دمجت بين الحداثة وروح الكتاب. يعني يمكن الغلاف لسه شوي بيحسسنا بالكتاب القديم، بيحسسنا بالغلاف القديم للكتاب، ولكن المضمون شوي بجاري الحداثة. صحيح. هي الأهمية. صحيح. يمكن كمان في مواقع إلكترونية طرحتوها عم تحاولوا أنه هي كمان تقرب الكاتب. نعم. تقرب الناس من الكتاب. نعم. الحقيقة يعني نحن منذ حوالي أيضا 3-4 أشهر أعدنا الحياة لموقع الهيئة العامة السورية للكتاب، الموقع الإلكتروني، والآن معظم كتبنا يعني تنزل مباشرة على هذا الموقع، تطبع نسخة ورقية ثم بعد أيام هناك نسخة إلكترونية، يمكن لزائر هذا الموقع أن يحمل الكتاب لديه وأن يقرأه كيفما شاء. طبعا نحن أيضا مصر، يعني في نفس الوقت وزارة الثقافة تصر على الكتاب الورقي طبعا، لأنه له حميمية، يعني له حميمية، يعني أجيال كثيرة ما زالت متعلقة بهذا الشكل. نحن منذ أيام أطلقنا هذا المشروع الجميل الأعمال الكاملة لعمر أبو ريشي في جزئين، الجزء الأول هو قصائد الشاعر والجزء الثاني هو المسرحيات. طبعا هذه نسخة جديدة تضم أشياء لم يعرفها القارئ من قبل، تضم وثائق عن الشاعر، تضم أشياء كثيرة، شروحات وتعليقات، أعده مجموعة يعني من المتخصصين. هناك عديد من الكتب، مثلا البارحة أيضا صدر من مطبعتنا هذا الكتاب الجميل للدكتورة نجاح العطار، رؤى على أشرعة الفجر، كتاب عميق وجميل، يعني أنا أيضا أنصح بقراءته. طبعا أنا لا أسوق الآن لوزارة الثقافة ولكتبها، لكن ينبغي أن نضع يعني المشاهد حتى لو يعني حتى لو كان هذا نوع من التسويق، هذا مو غلط، نحن عم نسوق لا عم نسوق لثقافة ولا لا شك ولا تاريخ ولا حضارة ولا رخيصة، تماما عم نسوق لعادة نحن بحاجة إنه نرجع مرة تانية وتصبح من عاداتنا اليومية يعني. ف نعم بالتأكيد. طيب قديش في عندكم اليوم مسؤولية، يعني أنتم كهيئة اليوم قديش في مسؤولية فعلا حتى في اختيار الكتب، إعادة نشرها، مسؤوليتها في مثلا طرح كتاب جديد إن كان لكاتب في فترة زمنية سابقة، قديش في عندكم مسؤولية أو مجهود كتير كبير؟ مثل ما قلنا نحن بدنا نحبب يمكن المتلقي بهيدا الكتاب، فيمكن بطريقة طرحه بتكون مختلفة، بطريقة يمكن طرح إن كان القصائد أو اللي مكتوب بالكتاب بطريقة كمان مختلفة. نعم. فينا نقول إذن هذا شكل، يعني الجانب الأول هو الاهتمام، وهذا اللي انتبهنا يعني هذا اللي لاحظنا من خلال الكتب. نعم. الموجودة معك دكتور. إذن يعني هناك عدة جوانب لعملية الكتاب ولصناعة الكتاب، اللي تفضلت فيه هو شكل، يعني نحن يجب أن نعنى إذن بطريقة الكتاب، بشكله، بآلية، حتى بغلافه في هذا واحد، حتى الغلاف تصميمه، لكن أيضا لعل المسألة الجوهرية هي مسألة، يعني الآن أشرت إليها مشكورة، هي مسألة انتقاء الكتاب، العمل على جوهر الكتاب، ولا سيما في مرحلة مثل هذه المرحلة. كيف يتم تحديد يعني الكتاب؟ يعني نحن الآن مثلا من قبل الوزارة. نعم بصراحة أطلقنا منذ بداية هذا العام مشروعا أسميناه المشروع الوطني للترجمة، اتجهنا باتجاه الترجمة، وأنتم تعلمون أن الأمم يعني في لحظات مصيرية كاللحظة التي نعيشها الآن تعنى كثيرا بالترجمة، وطبعا تاريخنا دليل على ذلك فيما لو عدنا لتاريخ الترجمة عند العرب. نحن الآن نقوم بالتركيز على ذلك، هناك عديد من العناوين المهمة جدا في الثقافة العالمية، في الكتاب العالمي الحضاري، نكلف نخبة من المترجمين بترجمة هذه الكتب، نحاول الحصول عليها بأشكال يعني مختلفة من بقاع العالم، ونترجمها ضمن ما أسميناه المشروع الوطني للترجمة. أكيد. وما فينا ننسى طبعا دكتور أنه سوريا أخذت جوائز بالترجمة، وحضرتك كمان من اللي كرمته بالخارج وأخذت. نعم. جوائز ذات يوم. صحيح. جوائز. صحيح. بالترجمة، هذا إنجاز يضاف إلى سوريا. نعم. وإذا حكينا شوي عن خصوصية هاي الإنجازات بفترة الحرب، ما فينا ما نمر على هذا الموضوع ونحكي فيه شوي، نحن بحرب ومع هيك الثقافة الحضارة الكتاب متواجد، هل في مشروع لمثلا توثيق أو إصدار كتب عم تحكي عن سوريا خلال فترة الحرب؟ هذا كلام جميل جدا الحقيقة، فيه فيما يشبه ذلك، يعني نحن الآن في المطبعة كتاب مهم جدا، وهو ليس بأقلامنا بل بأقلام أوروبية، كتاب عنوانه أمراؤنا الأغلى هل هم أصدقاؤنا حقا؟ هذا كتاب صدر في فرنسا بداية هذا العام، وكلفنا أستاذا كبيرا في الترجمة بنقله إلى العربية، والآن الكتاب في المطبعة. هذا الكتاب يتحدث مثلا على سبيل المثال، يتحدث عن العلاقات الخليجية مثلا، علاقات بعض المشيخات، وأنا لا أتحدث عن الشعوب لأن هؤلاء أهلنا، مع
النخبة الحاكمة في فرنسا في فترة 6 سنوات الماضية التي مرت علينا في سوريا وتأثير هذه العلاقة فيما يحدث في سوريا. هذا الكتاب سنطرحه بين أيدي القراء قريبا مثلا، هذا حيكون على شكل وهو تحليل كتاب سياسي مهم. نعم، وضعه كاتبان فرنسيان مهمان، والحقيقة أن الكتاب أثار جدلا حتى في فرنسا، يعني قريبا إن شاء الله سيصدر، وأنا يسعدني أن نلتقي ونتحدث عنه على شاشتكم. هذا جانب. هناك جهات كثيرة، مثلا الآن أنا بالمصادفة لم أخطط لذلك، لكن البارحة أرسل لي اتحاد الكتاب العرب هذا الكتاب، أسميناه من ديوان الجرح السوري. هذا العمل أنا شخصيا عملت عليه لمدة 6 أشهر، جمعت فيه شعرا لشعراء سوريين في سوريا وخارجها في بقاع كثيرة، يعني من الشاعر الكبير أيمن أبو شعر في موسكو، إلى مثلا شوقي بغدادي في دمشق، إلى فايز خضور في دمشق، إلى أحمد يوسف داود على الساحل السوري، كثير من شعراءنا المتميزين والذين تناولوا المرحلة. وصدر هذا الكتيب ويهدى إهداء الآن، يوزع مع مجلة الموقف الأدبي. هذا أقمناه بالتعاون ما بين يعني وزارة الثقافة واتحاد الكتاب العرب، وهو مؤسسة حقيقة ناشطة وتقوم بدورها الآن. إذن هناك العديد من المشاريع، وأنا لا أريد أن أثقل عليكم فيما يعني نقوم به ونحاول فعلا أن نقدمه لقارئنا ولمواطننا، ونحن نركز على الجانب الإنساني أكثر ما ينبغي في هذه الحالة، كما ترون هذه الحرب التي أهلكت الناس وهذه الحرب التي تشن على بلادنا. نحن نركز على الجانب الإنساني الأخلاقي الوطني العروبي، لا نتناسى هذه قضية العروبة التي يحاول الكثيرون الآن يعني أن يحيدوها جانبا بسبب ما يحدث. تمام. نعم. طيب دكتور، كنت عم تقول انه هيدا الكتاب يقدم مجانا وهديه مع المجله، قديش فعلا هي الخطوات مهمه لترغيب الناس بالكتاب؟ يعني لما انا اقوم مثلا بكتاب مهم مثل هيدا اعطيه مجانا للقراء، وهي مو اول مره بتقوموا فيها، ان كان وزاره الثقافه ولا الهيئه السوريه للكتاب، وتكلفه الكتاب مثل ما بنعرف هي منا قليله، حتى عالي. اذا كان في بيع للكتاب عم يكون بمبلغ التكلفه زهيد. تماما. وحتى حسومات، يعني نحن كل معارضنا يطبق عليها حسم 50-60% على سعر الكتاب، وبالتالي يصبح الكتاب يعني قريب أن يكون مجانيا. بالإضافة كما تفضلت إلى كتب تهدى مع مجلاتنا، لدينا مجلة المعرفة، المجلة العريقة التي أسست في بداية 60s القرن الماضي. هذه المجلة دائما يقدم معها كتاب هدية، والكتاب مكلف. إذن يعني طبعا لو حسبنا المسألة بمعايير الربح والخسارة فستكون وزارة الثقافة خاسرة بالتأكيد من هذا الجانب، لكنها تربح خاسرة الإنسان، لكنها تربح في بناء الإنسان وفي بناء الناشئة. نعم. دكتور سائر، قريبا رح نكون يعني يمكن مع نسخة جديدة من معرض الكتاب السوري، وهذا المعرض اللي عاد السنة الماضية بعد انقطاع فترة طويلة، هل في شيء جديد عم تحضروا له لهذا المعرض؟ نعم، في الحقيقة يعني تم التواصل بيننا كهيئة وبين السيد المدير العام لمكتبة الأسد الوطنية، وهناك ترتيبات كثيرة الآن للمعرض، تبدأ من يعني الحجوزات المختلفة لدور شفنا النشر. كان في دور نشر عربية كثير. تماما. إن شاء الله هذا العام أنا لا أستطيع أن أتحدث بدقة عن هذا الموضوع، لكن هناك دور نشر كثيرة ستشارك، نحن سنشارك كهيئة عامة الكتاب، اتحاد الكتاب العرب سيشارك في جناح كبير. والحقيقة يعني وهنا المايسترو الذي يدير هذه العملية يعني مشكورا هو الأستاذ محمد الأحمد وزير الثقافة، يرتب بشكل حثيث وشخصي، وأنا أحييه عبر شاشتكم أيضا. أكيد نوجه تحية لكل العاملين في وزارة الثقافة على الجهود الكبيرة اللي عم تقوموا فيها، نتمنى لكم التوفيق. الدكتور ثائر زيدان زين الدين مدير الهيئة العامة السورية للكتاب، شكرا كثير.